أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل مسألة العذر بالجهل مسألة خلافية؟ لا، صارت مسألة خلافية عند المتأخرين هذولا. ولا الجهل على قسمين: جهل يمكن زواله، هذا لا يعذر فيه بالجهل، يعني يسأل أهل العلم، يطلب العلم، يتعلم، يقرأ، هذا يمكن زواله فلا يعذر إذا بقي عليه. أما جهل لا يمكن زواله، ما عنده أحد ولا سمع شيء ولا يدري، عاش منقطعا ولم يسمع بشيء، هذا ما يمكن زواله، هذا يعذر به، يكون من أصحاب الفترة، ما يحكم بإسلامه لكن يكون من أصحاب الفترة، فوض أمره إلى الله. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.